كان اهلا وسهلا. ما بدي يروح عليهم حرف. ماشي هاتي لقلك محتفظ بحق شرفة بالروض. سلم الايدين ابو سالي العظيم. ميرسي لك اشتقنا لك. عمي استاذ جهاد، الصراحة انا كان لازم لي شوية مصاري وقلت من بعد الله مالي غيرك. وصلت يا ابو الروض، ولو جيران لبعضها يا رجل. قديش لازمك؟ مو بس هو ابو يزن، ونحن كمان بدنا 100,000 لام سالي و100,000 لنا و100,000 لابو الروض. شو دينة جماعية يعني؟ ايه، وان شاء الله منرجع لكم 100,000. شو شايفني انا عم دين بالفايدة؟ شايفني مرابي؟ شايفني شايلك؟ عيب يا رجال. وقلت لكم من البداية أنا ما بشغل مصرياتي مشاريع هيك وهيك. ما بدنا نشتغل فيهم، لازمينا. ايه دين. عفوا مش عن شو المصاري؟ هلا كل ما اضطرينا بدنا ندين مصاري من حدا، بده يسألنا لحدا شو بدكم بالمصاري؟ شو تحقيق القصة؟ لا يا برود مو تحقيق، بس اللي بده يدين منا إذا كان بني آدم طبيعي ما بنسأله. أما أنتو أنا بقص إيدي إذا ما أخذتون واشتريتولي خازوق أجنبي. أنا اللي بعرفكم. لا لا ما في خوازي إيجار، نحن بدنا إياهن لحتى يساعدونا بالحملة الانتخابية، وبس تطلع النتائج منرجع لك إياهن. شو هالحكي؟ مستلمين حملة لشي مرشح؟ أبداً أستاذ جهاد، نحن مو مستلمين حملة انتخابية لحدا، نحن مرشحين حالنا لعضوية مجلس الشعب، أنا وأخي أبو سالي وأختي أم سالي، والقائمة اسمها قائمة بكرة أحلى. عم تمزح أبو الروض مو؟ ما عم بمزح ابدا، عبينا استمارات ورايحين نقدمها اليوم. حلو، مبروك ابو الروض. يا احلى وبرك انت الثاني، لك هذا مجلس شعب مو لعبه فوتبول. مين قال لعبه فوتبول؟ نحن بحق لنا نرشح حالنا، مستوفين كل الشروط. جهاد عن جد هن مستوفين كل الشروط؟ لك مستوفين شو هي الشروط؟ ليش؟ ان تكون عربيا سوريا اكثر من 5 سنوات. هن هذول عرب سوري. اجيت من المغرب قديش كنت يا لهدد هيك شكلها ما بتشبه الشاب خالد. وبعدين شو قال؟ بتقرا وتكتب، انتهى الموضوع. انا مو بس بقرا وبكتب، معي كفاءة. وانا بكالوريا. وانا بكالوريا. انت ادبي وراسي. معناتها بدكن كل واحد 100,000 وتترشحوا. فوتوا خلصوني، سامي انت لا تعطي هم، اكيد نحن رح ندعمهم. فكرة حلوة مو؟ ايه حلوة بتجنن. اكيد بس يعرف عمه رح يفرح كتير. هلا حتى البنات بحق لهم يرشحوا حالهم. شو بعرفني؟ شو عم تفكري ترشحي حالك انت؟ ايه شو فيها؟ يا حبيبي انت كلمتين ما بتعرفي تحكي. انا ما بعرف احكي. سالي ان شاء الله يكون ابوك امك خبروا لعمه. بالله ام سالي انا شو بدي افرح؟ تترشحوا لمجلس الشعب ليش؟ مين بده ينتخبكم؟ بعدين اللي بده يترشح لمجلس الشعب بده يخدم هذا الشعب. يا استاذ جهاد مو كل شغله تحشلي فيها الشعب الشعب الشعب، خلي الشعب على جنب. نحن عرفنا انه اللي بيدخل مجلس الشعب بيطلع له قرض ب5 مليون. ايه قلنا لحالنا اذا ضبطت معنا ودخلنا بيطلع لنا 5 مليون، واذا ما ضبطت مو خسرانين شيء. يا جماعه هاي هاي مرحبا عمو. اهلين عمو. شو ماما خبرتي لعمو جهاد؟ طبعا عمو خبروني، أبوكي ما بيخبي عليه نهائيا، أمك يمكن تخبي، أما شو خبرية بتطير ضبلات العقل، يعني مو ناقص هذا الشعب إلا ترشيح أبوكي وأمك للمجلس. عفوا عفوا، نحن شو ناقصنا؟ لك خلصنا بقى، خلصنا أبو ساري، لك أنت الوحيد بتقلك تحكي، ما فيك تحكم مرتك أنت، مرتك هي اللي حاكمتك وراكبتك من فوق مدندلة، لك يخرب بيت قلبك عم تشرشحك على الطلعة والناس دي، ولا بدك تصير عضو مجلس شعب وبموقع قرار؟ خلص جهاد شو بدك فيهم؟ خليهم يجربوا. هلا مو كل شغله تعمل لي فيها موقع قرار. نحن قلنا لك اذا صرنا اعضاء بيطلع لنا قرض 5 مليون، يعني منستفيد ومنفيدك. لك هون المشكله يا ابو الروض، لو انتوا قايلين لي بدكم ترشحوا حالكم لمجلس الشعب لتخدموا هذا الشعب، لك فيها وما فيها. اما والله فايتين على مجلس الشعب سلفا لحتى تنهبوا، انا ما بسمح فيها. هاي المنافع الخاصه انا لاغيه من حياتي، وانت بتعرف مبادئي ابدا، ولن اسمح بخراب هذا العرس الديمقراطي. بعد هيك يا لطيف شو هذا العرس الديمقراطي؟ لا بقلك تترشحي، ها شو بده يكون هو؟ الانتخابات. جهاد بده الانتخابات تكون شفافة وديمقراطية. رندا
خلي جوزك هالمناضل العتيد يدين لنا المصاري، هو شو خسران؟ إذا نجحنا ولا ما نجحنا منرجع له المصاري. لك لا تأخذيني بهالكلمة، جوزك هيك كل شغلة مصر يطلع لنا دقر. أوكي خلص ما في مشكلة، اعتبروا الموضوع منتهي. هو بابا هيك، كل واحد بده يعمل شغلة بوقف بوشه. يعني شو خسران عمو زوافة؟ نندعم نصير جيران أعضاء مجلس الشعب. هلا هي المشكلة تضرب بهالمنظر مثل الرجل الأخضر. ماما بابا لازم يكون مرن شوي، الدولة سامحة لأي حدا يرشح حاله. أصعب شرط أنه يعرف يقرأ ويكتب.